صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى امر ملكي رقم 36 بتعيين عضو جديد في مجلس الشورى، وجاء في الامر انه يعين السيد صباح سالم الدوسري عضوا بمجلس الشورى خلفا للسيد خميس حمد محمد الرميحي، وتكون مدة عضويته الى نهاية الفصل التشريعي الخامس.